جلب قتلة طائفيين من وراء الحدود ليبقى جاثما على كرسي الرئاسة، وسرعان ما تحولوا إلى لصوص وقاطعي طرق استباحوا البادية السورية وأمعنوا بقتل وتشريد أهلها. انتهاكات البادية السورية إلى أين؟ عام 2012 دخل الإيرانيون البلاد وبدأوا بتأسيس ميليشيات قوامها من إيران والعراق وأفغانستان وباكستان للقتال في سوريا مقابل مبالغ مادية باهظة، كميليشيات لواء زينبيون وفاطميون وأصحاب القبعات الخضراء وغيرها. توسعت هذه الميليشيات شرق سوريا ولا سيما في المنطقة المحاذية للحدود العراقية، ولضمان الانتشار والبقاء والتوسع كانت الذريعة حاضرة، محاربة تنظيم داعش. لطالما كانت حياة أهل البدو بسيطة تتخللها النزاعات، وكانت تحل بينهم دون تدخل أجنبي أو خارجي، إلى أن جاءت هذه الميليشيات مع انتهاكاتها بحق أهل العشائر، قتل وسرقة وانتهاك للحرمات. السادس من كانون الثاني عام 2020، مجزرة قامت بها الميليشيات الإيرانية راح ضحيتها 27 شخصاً أثناء رعيهم الأغنام، قتلوا وهم مقيدون ذبحاً بالسكاكين، الضحايا من أبناء بلدتي معدان وسبخة في محافظة الرقة. اليوم 20 من نيسان عام 2020 بنفس الطريقة ولكن باختلاف المكان، مجزرة أخرى ضحيتها 5 أشخاص من أبناء قرية الطريف في دير الزور، كانوا يجمعون الكمأ في البادية. وهنا جريمة وحشية بحق حسين لمحمد الصلح وابنه نوري، حيث أعدموا ميدانياً وقتل حوالي 300 رأس من أغنامهم بالقنابل اليدوية. مجازر كثيرة والجاني واحد. لم يقتصر الأذى عند هذا الحد فقط، فمن عرف سياسة إيران في الدول التي فرضت سيطرتها عليها يدرك مخططها الرئيسي، ألا وهو التغيير الديمغرافي. أنشأت الميليشيات الإيرانية بحسب تقرير أتلانتيك كونسل الأمريكي للدراسات الدولية شركات أمنية محلية خاصة لحمايتها، وأخرجت الأهالي من البيوت التي تريدها وحولتها لمقرات لها، نشرت التشيع وأقامت المزارات والمقامات والحسينيات الشيعية، وأدت انتهاكاتها المستمرة بحق المدنيين إلى حركة نزوح نشطت مؤخراً لعوائل كثيرة إلى مناطق أكثر أمناً حسب مصادر محلية. حماية بشار من السقوط تقابلها جرائم وانتهاكات وتغيير ديموغرافي، تساوت كفة الميزان على حساب ضحية واحدة.